راديو جوهر FM الخميس 18 فيفري 2021. باش نبعد اليوم على السياسيين، على الفاعلين السياسيين المباشرين اللي تعبت بهم الاستوديوات والبلاتوات والمقالات. هما صحيح فاعلين في المشهد السياسي، ولكن ثم ناس أكثر فاعلية في توجيه الرأي العام وصنع الذائقة العامة. صحيح زادا أن مؤسسات صبر الآراء وقيس النسب والاستطلاع قادر على توجيه المواطن سواء كان ناخبا أو مشاهدا أو مستمعا. هكا علاش لايكا قررت بعث وحدة مستقلة مختصة في هالمجال بعيدة على قوى الضغط والتأثير. ولكن الأصح هو أن المؤسسات العالمية خاصة التلفزيونية قادرة أيضا على توجيه الرأي العام، مش فقط بالمعنى السياسي المباشر، أي الانتصار إلى طرف دون آخر أو حزب دون حزب أو شخصية دون شخصية. والتجارب مكشوفة وواضحة للعيان. اليوم كل طرف سياسي ماذا به يعمل قناة تلفزية خاصة به، وماذا به هو اللي حدد خطها التحريري. الحصيل ما نقصنا كان نوليه كيف لبنان، كل حزب وكل طائفة عندها القناة التلفزية الرسمية متاحها الناطقة باسمها والمدافع على توجهاتها واختياراتها السياسية. التأثير هذا نسميه التأثير المباشر، ولكن ثم تأثير أقوى وأعمق، تأثير يصنع الشخصية، خاصة شخصية المراهق والطفل والشاب ويوجه الذوق العام. سامي الفهري واحد من الصنايعية الكبار في المشهد الإعلامي التلفزيوني في تونس خاصة بعد الثورة. صحيح هو بدأ قبل الثورة بشركة الانتاج كاكتيوس اللي كانت تبث برامجها على القناة الوطنية، ولكن من بعد عمل القناة التونسية وكيف حل فكولو الذبذبات مشى شرى قناة الحوار التونسي اللي كان يملكها الطاهر بن حسين. أمس أعلن المحامي عبد العزيز صيد أنه دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قررت الإفراج على سامي الفهري بخصوص القضية المتعلقة بشبهات الفساد في التصرف المالي لشركة كاكتيوس. وقال المحامي أنه قرار الإفراج جاء بعد أن قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي يوم 8 فيفري الإفراج على سامي الفهري بعد ما وصل إلى أقصى فترة في الإيقاف التحفظي اللي هي 14 شهر. آمن نيابة العمومية رفضت في نفس اليوم قرار الإفراج وقدمت مطلب استئناف. دائرة الاتهام نظرت في هالمطلب أمس وقررت قبوله شكليا ورفضه أصليا، وبالتالي الإفراج على سامي الفهري. مانيش باش ندافع على سامي الفهري، خدمت معاه في قناته سابقا ولنا وين نخدم معه في المستقبل، وإحنا كنا من أكثر الناس نقدا لما يبث في قناته التلفزية. ولكن عندي الملاحظات التالية. أولا مانيش باش ندخل في التفاصيل التقنية والقانونية المحاكمات سامي الفهري القديمة ولا الجديدة. الأصل في الأشياء أنه ثم قضى وهو يفصل في النزاع ويحمل المسؤوليات ويحدد العقوبات. الناس الكل تعرف أنه سامي كان شريك بالحسن الترابلسي في شركة الانتاج كاكتيوس، وأنهم وظفوا علاقاتهم لاستغلال التلفزة الوطنية العمومية اللي ما قصروش المسؤولين فيها أنذاك على المساعدة والتواطؤ. بعد الثورة تمت مصادرة الشركة، معناها ولات تابعة للدولة وعينه على رأسها متصرف قضائي. الشركة بركت وأفلست كيفها كيف سائر الشركات المصادرة. الدولة مش في بالها تحفظ في مالها، مال الشعب الكريم. يا أخي أكثر المتصرفين طلوا على مراد الله وفلسوا الشركات. في نفس الوقت سامي الفهري منعب جلده وجلد راس ماله وعمل شركة انتاج جديدة ايت برود. الحصيل قاعدة القضايا معلقة اتبع فيه، وهو وفيه هو في عدد من رؤساء المديرين العامين للتلفزة الوطنية. وإلى يوم الناس هذا بعد 10 سنين من الثورة لا اصدر حكم ولا تحسمت قضية. الناس ممروجة في المشي والجاي على المحاكم، في المنع من السفر وفي الإقامة في حبس المرناقية. ثانيا بغض النظر على اسم المتهم وبغض النظر على طبيعة التهم الموجهة له، المفروض هو احترام الإجراءات والترتيب، والمفروض أيضا إطلاق سراح سامي الفهري من نهار 8 فيفري الفارت بعد انقضاء مدة الإيقاف التحفظي 14 شهر. ثالثا علاش ما تمش الحسم القضائي في مثل هالملفات؟ صحيح الملفات والدوسيات متراكمة والقضايا بالآلاف،
والمشكلة هيكلية بنيوية في القضاء، ولكن هالإطالة والمماطلة ما تنجم كانت تسيء للعدالة وللعدل. شنو ذنب المتهم يقعد يكركروا فيه خرار مرارها لحبوسات دون حكم قضائي نهائي وبات؟ وشنو ذنب صاحب الحق اللي يشوف في حقه ضايع قدامه طيلة هالسنوات هذه؟ واش باش يربح من تمرميد المتهم من غير ما ترجع له هو حقه؟ أنا مع كون يلزم الطب يطبق القانون وضد الإفلات من العقاب، لأنه الإفلات من العقاب ما ينجم كان يكرس الجريمة ويساعد المخالفين على الاستمرار في ارتكاب الجرائم مهما كان نوعها. ولكن أكثر من ذلك، اليوم مشكلتنا هي في الذائقة العامة. القضايا التقنية والقانونية تنجم تتحل متاع سامي الفهري، ولكن هل عندنا اليوم خطاب إعلامي تلفزي قادر على صنع شخصية قوية متزنة خاصة للمراهق والطفل والشاب؟ اليوم ما نشوفه كان العنف والزطلة والانحراف من ناحية، ومن ناحية أخرى تلقى قنوات وبرامجها التلفزية تشجع في الإرهاب والتطرف. احنا اليوم قبل أي نهار وقبل أي وقت في حاجة ملحة إلى إعلام بديل نجم يصنع شخصية متماسكة ومتوازنة للطفل وللشاب التونسي، باش نجمو نحقو ضرب من التوازن ونجمو نخدمو هالبلاد، خاصة في ظل هالأزمة السياسية، في ظل انسداد الأفق السياسي في البلاد.